بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي البيوت كثير من سكان هذه المدينة، أحيانا لا يجدون شيئا ولو كان يسيرا، وأمثالها من المدن. أهل هذه البيوت لا يجدون ما يكفيهم، وأحيانا لا يجدون شيئا ولو كان يسيرا. ما اسمك؟ اسمي مريم حدي إبراهيم. هل لديك أبناء؟ لدي ابن واحد وهو مريض طريح الفراش. ما الذي يعيلك؟ رجل جارنا يعطينا الطعام المطبوخ. هل يكفيك ما يعطيك الجمعية؟ يعطوني القليل من النقود أشتري بها دواء لعيني. ما اسمك؟ اسمي محمود بري علي. كم عدد أفراد عائلتك؟ 10 أشخاص إضافة إلي أنا وزوجتي. كيف تعيل عائلتك؟ كنت أعمل في السابق أحفر الحمامات، ولكن الآن فقدت عيني اليسرى فلا أعمل. كيف هل يكفيك ما تعطيك الجمعية؟ ليست كافية ولكني سعيد بها، وأيضا أدعو الله لكم فقولوا آمين معي. آمين. ما اسمك؟ اسمي حاوى عقل جيرية. كيف حال صحتك؟ أنا عمياء لسنوات عديدة. يا رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي. ما اسمك؟ اسمي كوس عثمان عامر. كم عدد أفراد عائلتك؟ 8 أشخاص إضافة إلي أنا وزوجي. كيف حال صحة زوجك؟ زوجي مريض جدا بحالة عقلية، والدواء تصرفها جارتنا. كيف تعيل عائلتك؟ أبيع في السوق كيسا من الفحم. هل يكفيك ما تعطيك الجمعية؟ إنها ليست كافية ولكن مقتنعة بها، وأدعو الله لجهود هذه الجمعية. أصحاب هذه البيوت لهم أوصاف مثل أيتام وكفاف الأعين، وبعضهم فقد عقولهم. صدري قرآن.